شاهر علي مشهور صدر بحقك حكم الإعدام رقم 677 على 2017 بعد إدانتك بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار لقيامك بسحق زميلك المدعو سمير هشام الأسمر بالكهرباء أثناء العمل بالورشة. سينفذ بك حكم الإعدام استثناء بالكرسي الكهربائي بعد قليل. والله بالسهالة يا سيدي بالسهالة، انت لو انك مكاني كان قتلته وكل عيلته. بداش فلسفه عسكري نفذ. تم سيدي. حماد افندي، حماد افندي. سيدي شورت كهرباء، ارفعوا القاطع بسرعة يلا. لا سيدي انت هذا مش شورت، انت اكيد فاهم غلط ولا شو؟ شركة الكهرباء شالوا القاطع ونتشوا الاسلاك. مكسور علينا فواتير ب 150 دينار. شو 150 دينار؟ علي صوتك. 17500 دينار. ولك ما احنا قصتناهم 100 100. قصتنا اول 500 سيدي، بس الباقي الباقي لهفتوا. والله ما هو انا ولا مين يعني. كيف نقتله هذا؟ وين نروح فيه سيدي؟ ممكن متسلك من السوبر ماركت، سلك كهرباء من السوبر ماركت اللي جنبنا، مش بعيد كثير والله. لا 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 يعني ما والله فكرة بيني وبينك. انت امك كم واحد خلفت مثلك؟ انا بس. بس انت؟ يعني هيك بعرف. انت واحد يعني. ان شاء الله بعد شوي راح تكون صفر، لاني راح احطك مكانه واعدمك واخلص منك. تقترحش وتقترحش بالمرة. يا سيدي يا سيدي انتو ناس مغنبين حالكم، انا هسا بطلع السطيح وبزت حاني او بصمت نصر بالأرض انبع مناط وبموت حاني عادي، بس انا هسا بدي اعلف انا بالدنيا وانا بالآخنة. احتيني احتيني افندي افندي، بالله بالله هيك تلطصني كف تحولني فيه وانت تقمصني من عندك. يلا اصوف يلا. هاي حسيت اقمص اصوف كمان من الله كمان. اطلب اطلب اصوف. حسيت حسيت والله والله حسيت زغنت يما وزعها حنوان. انا هيني هيني خلص حسيت. يعني قتلت انسان بالكهرباء وحكموا عليك اعدام على كرسي الكهرباء، وبالاخر اللي بينقذك من الموت قطع الكهرباء. شو هالحظ اللي عليك؟ من متى هاي الشغانة؟ بسم الله، ليش داخل علينا زي القضاء المستعجل؟ انت بتعنف في هاي شو؟ بتنف كهربا؟ بعدين ليش مشغل الضوء طالما بتتفنجي على التلفزيون؟ شو اللي بدك اياه؟ بدك الولد يدرس على اتمه؟ انا ما بدي ادرس، بدي اتفرج على التلفزيون. اتفضل، اتفضل ابنك، بدك ايانا نموت من البرد يعني؟ كاز ما عنا، انبوبة الغاز خلصت، حتى انبوبة الطبيخ خلصت واليوم ما طبخت، وكنت بدي اوصيك على سندويشات. وفي اشي كمان بصراحة. شو هو؟ اجتنا اليوم فاتورة الكهرباء، واجتنا شوي صغيرة عالية، بس انا ما خليتهم يفصلوها، حكولنا بس معاكم لبكرة الصبح. تمام؟ اضطع حالي يعني اضطع حالي، الله ينعن ابو الطهنبة على ابو الكاز لابو الغاز، ينعن ابو حظي انا. وابو هيك خنفة كمان. اوعى تجيب سيرة الحظ، اي انت اكتر واحد محظوظ، انت نزلت عن كرسي الكهرباء عشان قطعت الكهرباء، وبعديها اجاك عفو، وكل اللي انسجنتهم 5 سنين، وابوي الله يرحمه، اتوفى وانت مسجون، لو كان عايش كان كنت بتحلم تشوفني عندك بالبيت بعد اللي انت عملته. انت ليه سجنوك؟ احكينا لابنك احكينا. ابوك انسجن لانه عمل حادث بسيط. حادث. خليك ساكت احسن لك. ارضى بنصيبك وما تتذمر، بلاش قصص الماضي تظهر لك، حكايتك مع الكهرباء حكاية ما بدك مين يذكرك.
شو اللي ناوي عليه؟ الكهرباء ما عملت معك معروف، بدك تسرق الكهرباء؟ بلاش تزعل منك الكهرباء، خلينا نصبر ونشوف. حكايتك مع الكهرباء أسطورة، إلها أكثر من وجهين لعملة، يعني في إشي ثالث غير الكتابة والصورة، بس الغوص في تفاصيل حكايتك مع الكهرباء محظورة. طبعا بدك والباط ولا كنار؟ كهرباء! لك موت. اطلب لي اعلى واحد بشركة الكهرباء، يلا اطلب لي اياه، ولك يلا تحرك. سيدي هو في جازف فرنسا. شوف فرنسا ما فرنسا نايم يا زلمه، شو نايم؟ صحي صحي خلصني.